هو انت شخص يعني بتتجاوز الـ الاشياء او المشاكل بسهولة، ولا انت لما بتعبر ما بتكونش عايز تبين قد ايه انت كنت متضايق؟ بالنسبة لي فترة لما بعدت على كرة القدم كانت أزمة، وكانت أزمة وأخذت يعني فترة طويلة لمدة سنتين، ما كنتش قابل فكرة إن الحلم اللي تربيت عليه واللي كنت عايش عليه يكون لاعب كرة قدم، ما قدرتش نحققه. فكانت في أزمة يعني نفسية بالنسبة لي، إنه لازم، لكن تعلمت منها إنه لا، يعني مش نهاية الحياة. معلش، انا غالبا انا فهمت موضوع كرة القدم ده بشكل ابسط من الحقيقة. انا افتكرت انك لعبت وخلاص وحصلت لك اصابة ومليت، بس لا، ده انت واضح ان في دراما كبيرة في طبعا المنطقة دي. طبعا، لانك بعدت على كرة القدم هو حلم، وكان لحد 23 سنة كنت لعبت يعني في القسم الوطني، وكنت نحب نواصل الحلم اللي انا يعني كنت عايشه، لكن في ظروف معينة ما سمحتش لا، وخلتني. قولي تفصيلك. يعني الإصابة أنت كنت فاكرها بسيطة وهترجع للملعب الإصابة بسرعة؟ بعدتني في الأول، لكن لما حاولت نرجع كنت عايز، حابب إن أروح الفريق آخر، فما كانتش موافقة من الفريق اللي أنا كنت يعني ماضي معاه، فكانت الحل إن أنا أبتعد على كرة القدم لمدة سنتين، لحد أستنى العقد ما لحد ما يخلص. يخلص. وأنا ممكن كنت شوية يعني كانش فيه ممكن الصبر اللي ممكن الآن موجود معايا، فأخذت قرارات ممكن بتسرع عني، خلاص يعني أستنى سنتين. أوكي أستنى سنتين، كان عنده ولا أو غرور؟ كان لا عدم تجربة، ممكن عدم قراءة للوضع، تجربة راها أكثر منه، حسيت ممكن إني أنا ممكن ظلمت، فكان لازم ردة فعل. لكن في الآخر التجربة كانت مفيدة جدا، لأنه تعلمت منها، لأنه بعد، هو نرجع لسؤالك، إنه تخطي الأزمات، لازم أنا حسيت إنه لازم ندرب نفسي إنه دايما نشوف كما نقولوا نص الكوباية ملقان من ملقانة. الكوز.